شوف بقى، علشان انت حبيبي انا جايب لك هديه جميله جدا النهارده. الهديه هي بيت في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. وانت كانسان مسلم لازم تكون عارف في السنن الرواتب اللي هي بتتصلى قبل وبعد. تيجي تقول لي 12 ركعه كتير قوي، هقول لك ما هم هيجوا من السنن الرواتب. تعال ناخدهم بسرعه: الفجر قبله 2 ودول خير من الدنيا وما فيها، الظهر قبله 4 وبعده 2، العصر لا في قبل ولا في بعد، المغرب بعده 2، والعشاء بعدها 2، تجمعهم تلاقيهم 12 ركعه. تصليهم كل يوم يتبني لك كل يوم بيت في الجنه. يعني بيت في الجنه يا جماعه حاجه كبيره مش حاجه قليله. ونفتكر كده الحديث القدسي اللي ربنا عز وجل بيقول فيه: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عايز ايه؟ بيت في الجنة وحب ربنا. يلا، السلام عليكم.